أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات. درس اليوم بعنوان لو أنني ضابط شرطة. كلنا في شباب كتير قوي بتحلم إن هي تبقى ضابط شرطة. طيب نبص على الدرس مع بعض كده. طيب لو أنني ضابط شرطة، إيه القصة بتاعته يا أولاد؟ القصة بتبدأ بدخول المعلم الفصل. دخل المعلم أحمد الفصل، حيّ التلاميذ مبتسما، فالتلاميذ برضو ردوا له بس بابتسامة أكبر. فالمعلم هنا يا ولاد كان عارف سر ابتسامتهم. طب يا ترى كان إيه سر ابتسامة الطلاب؟ سر ابتسامة الطلاب يا ولاد إن اليوم دوت كان يوم الخميس، موعد انعقاد البرلمان اللي كان اسمه من أجل مصر. يبقى اولاد كان في برلمان الفصل دوت عامله مسميه من اجل مصر، كان بيعقد اسبوعيا. المعلم يا اولاد بص للطلاب وقال لهم لقد اعددت لكم مفاجأة، انا جهزت ليكم مفاجأة. طب يا ترى ايه هي المفاجأة؟ المفاجأة يا اولاد ان المعلم اخرج من جيبه عدة ورقات مطوية. يعني ايه مطوية؟ برافو عليك، يعني ملفوفة. وعكس ملفوفة مبسوطة ومنشورة. مبسوطة يا ولاد يعني مع اكنها باللغة العامية مفرودة، تمام. طيب وقال لهم حاجة، هيقع عليكم الاختيار في كل ورقة من الورقات المطوية قدامنا ديت يا ولاد فيها ايه؟ فيها مسمى وظيفي. يبقى كل ورقة من دول فيها وظيفة، يعني مثلا مهندس، ضابط، محامي، قاضي. بس اللي هيقع عليه الاختيار هيجاوب على السؤال المدون داخل، يبقى هنا داخل الورقة في سؤال هيجاوب عليه، وكمان هيجاوب على أسئلة أعضاء البرلمان المقصود بيهم الطلبة. طب يا ترى هيقع الاختيار على مين؟ هيقع الاختيار يا ولاد على زميلنا مصطفى. قال له انا. مصطفى قام اختار الورقة، لقى فيها السؤال لو انني ضابط شرطة ماذا ينبغي علي ان افعل؟ معنى كده الوظيفة وظيفة ضابط الشرطة، بس السؤال لو انك ضابط شرطة ماذا ينبغي عليك ان تفعل؟ لو انت مكان مصطفى وبقيت ضابط يا ترى هتعمل ايه؟ طب تعال نشوف كده مصطفى هيعمل ايه. مصطفى قال لو انني ضابط شرطة اول حاجة لجعلت الناس كلهم سواء امام القانون بلا تفرقة. اول حاجة قالها، يبقى اول حاجة مصطفى قالها انا هعامل الناس كلها متساويين امام القانون، مش هميز اي حد. وتاني حاجة قالها هرد الحقوق لاصحابها واحاسب من يقترفون الجرائم. يقترفون يا اولاد معناها يرتكبون، وهحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعتي. يبقى كمان هيحاول يمنع حدوث الجريمة. وهنا يا اولاد كلمة برهة او برهة معناها هنا فترة من الزمن. طيب كده مصطفى قال لو هو فعلا ضابط شرطة هيعمل ايه؟ هيعامل الناس كلهم سواسية، وهيرد الحقوق لأصحابها، وكمان هيحاسب من يقترفون الجرائم، وهيحاول منع حدوث الجريمة. طيب أسئلة أعضاء البرلمان، جه زميله محمد سأله وقال له إذا مثل أمامك متهم فما موقفك؟ هتعمل ايه لو وقف قدامك متهم؟ بص بقى رد مصطفى عليه كان ايه. قال له المتهم بريء حتى تثبت ادانته، يعني حتى تثبت الجريمة عليه. طب اذا ثبتت يستحق اولاد معاملة طيبة لانه انسان، والمجتمع يأخذ حقه دون تجاوز او قسوة. يعني المجتمع ياخد حقه بس دون ايه؟ قسوة وغلظة. طيب هنشوف بقى زميلنا أيمن هيسأله سؤال.
قال له: وهل تعامل الجمهور باستعلاء وتكبر؟ بص الرد اللي هيجي بسرعة من مصطفى، قال له: كلا، لقد ساقتني ظروف عملي أن أرعى شؤون الناس. أنا ظروف عملي هي اللي خلتني أرعى شؤون الناس، والناس هي اللي بتحتاج ليا، فما لا أرضاه على نفسي أو ما لا أرضاه أن يعاملني أحد به لا أرضاه على غيري. طب تعالى نشوف قال إيه بقى. قال لك: لقد ساقتني ظروف عملي أن أرعى شؤون الناس الذين يحتاجون إلي، فأنا لا أرضى أن يعاملني أحد بجفاء وتكبر، وما لا أرضاه لنفسي لا أقبله لغيري، فلذا أنا سأعامل الجمهور بكل احترام وتقدير. يعني نفهم من كده إن مصطفى رد على أيمن وقال له: إيه يا أولاد، ظروف عملي هي اللي ودتني إن أنا أرعى شؤون الناس، وأنا لا أقبل أن يعاملني أحد بجفاء ولا بتكبر، وما لا أرضاه لنفسي لا أقبله على غيري. يبقى كده هيعامل الجمهور بكل احترام وتقدير. هيجي هنا يا أولاد هيشكر المعلم مصطفى. عارفين شكره ليه؟ لأنه بجد رسم صورة مشرفة لصورة ضابط الشرطة، وبرضه شكر أعضاء البرلمان لأن أسئلتهم يا أولاد كانت واعية، يعني مميزة وفاهمة. ولما شكرهم يا أولاد أعلن نهاية الجلسة. بس يا ترى إيه اللي حصل بعد نهاية الجلسة؟ إيمان عندنا وهي مغادرة راحت قايلة حاجة خلت كل أعضاء البرلمان يضحكوا. يا ترى قالت إيه إيمان؟ حيت مصطفى وقالت: كل شيء على ما يرام يا حضرة الضابط. ساعتها كل الطلاب ضحكوا. وبكده يا ولاد نكون خلصنا درس النهاردة لو أنني ضابط شرطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.